دروم ديان على راحتنا ندخل دابا شويه بحال الصار ماشي صافي واخا كملوا انا يطفى التليفون انا يطفى التليفون ما عندي ما ندير به كملوا حتى يطفى نقطع الصوت باش ولكن ملي كتبيبلي هادشي ما كيشوفوش واخا اسكتبك باش نهضر معاك مزيان واخا شوفي دابا انا فاهمك نهار الاول كنتي باغا تشهري لقيتي ان التفاهه هي الشهره اكيد فشوفي نهار الاول انا شفتك وتعاطفت معك علاش تعاطفت معك كنتي كتقولي مريتي ظروف شحال من مرة دارت لك فعلت لك كنتي كتعاودي شي حوايج اللي غتخلي المغرب كامل يتعاطف معك ولكن في التالي خرجتي عن السيطره اختي فاتحه ما خرجت لي البيست خرجت اختي عن السيطره وسمحي لي نقولها لك لا عادي 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 ماشي مشكل واخا تقولها لي عادي شنو وقع لك واش مريتي ظروف نفسانيه مع راجلك اكيد اكيد وحق الله شوفي شي دابا والله الا كاينين شي حوايج باقي دابا تنمر بهم الى مريضه غادي تشوفيني ما كنحط دابا حتى شي حاجه الله اللي علم بيا كاينين عندي مشاكل كاينين بزاف ديال الحوايج غير انا صابر واكله الدق واخا تشوفيني تنضحك وهادي واكله الدق ديال بصح ومريضه نفسانيه مريضه بزاف ديال الحوايج اي ناحيه عندك المشاكل انا نقول لك من اي ناحيه عندي المشاكل دابا انايا ما غنقولكش انا درت غلط وهادي وخلصت عليه خلصت عليه الغالي ملي خرجت المشاكل اللي لقيت من ضمنهم ديال الدار من ضمنهم ديال الدراري من ضمنهم ديال الراجل نفس المشكل اللي خلاني ندير دوك الفيديوهات هو اللي باقي تنمر به دابا واش فهمتيني اش بغيت نقول لك شوفي دابا انت تشهرتي بامكانك تخدمي مزيان واحد تاخديها في ساعات المكانه بصح ولكن انت دابا شتي الناس دابا اللي كيعرفوا يخدموا في السوشيال ميديا ما كيبازيوش على الشهره كيبازيو على انهم يطلعوا باش يخدموا الاشهارات راه هما اللي فيهم الفلوس ولكن صوفيا شوفي واخا هكاك الاشهارات ديال المغرب ما فيهمش فلوس بزاف لا اختي شوفي المغرب عندنا في الاشهارات واخا تعين تقولي لي خليني الاشهارات ولكن اللي كتدخل عندك ولا اللي كيدخل عندك كيقول لك وتعاوني معانا ولا لا اختي كاينين اشهارات قالوا كنت تعرفت بمحتوى مزيان كاينين اشهارات اختي ديال 5000 درهم ديال 10000 درهم ديال 3000 درهم المينيموم مثلا فتحت شي وحده الصالون كتقول لك انا يلا فتحت الصالون فلوسك كامله حطيتهم في الصالون تعاوني معايا لا تعاوني معايا انت دابا فهمتي انا ابتسم انا كنقاد المشكل دابا هي دابا شوف دابا اللي عطى الله عطاه الله يسامحه وعفى الله عما سلف انا دابا هذوك الفيديوهات ولا مبقيت عقلي عقله مسحتهم حيدتهم دابا نحيدهم الا كانوا باقين لا 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 انا انتقدتك شوفي انا انتقدتك لان ما عجبنيش داك الوضع اللي كنتي كتعطيه في السوشيال ميديا وخصوصا عندنا مراهقين كيتفرجوا فيك اختي فاتحه ومنهم وليداتك انا شوف انا الفيديو هذاك الاخراني الصراحه ماشي زوين وليداتك غيكبروا شوفي وليداتك غيكبروا وشي حوايج غيبقاو وصمت عارف في عنقك ما تفكريش دابا انت في راسك وفي وليداتك باقيين صغار فكري في المستقبل فكري وليداتك في المدرسه غيبقاو يتعرضوا للتنمر فكري بزاف د الحوايج فاتحه ما تبقيش تشوفي غير حدا جنابك ديري البز بطريقتك راك ديري البز بطريقتك ماشي طريقه فهمتي تقدري ديري البز بطريقتك غير فكري راه اللي يفكر في الحاجه الخايبه يفكر في الحاجه المزيانه يفكر في الحاجه المزيانه سمر حبيبه ديالي كي بقيتي يا فاطمه زهرة او مثلا شوفي ان شاء الله شوفي الله يوفقك مثلا ما تحطي فيديو ويضرب ليك وتكون دايره شي حاجه ما مزيانهش حاولي تحطي بزاف ديال الفيديوهات اللي غادي يجيبوا لك نفس الفلوس اللي غايجيب لك الفيديو اللي ما مزيانش بصح دابا انا في الاول دابا انا في الاول راه كنت كنحط لهم كما عاودت لك كنحط هكا فيديوهات زوينين انا كنت داخله واحد الجروب فيه اصحاب القنوات كنشوف واحد البنات كتلبس كولون كطلع كتصب الماط كتهبط الفيديو كيدير فوف طالع ويلي وانا نقول القضيه فتيحه هذاك راه ما فيه ما يتشاف ما فيه ما يتشاف هو اختي طلعتي للسرجم وقلتي شمشو السطح السطح ماشي الشرجم ياك سطح هاك تمشي مشوره مره مرتي بغيت تمشي
طلعتي سطح وبنتي قلتي لهم هكذا كنبول، وطلعتي قلتي لهم وحليتي السرجم وقلتي لهم شمشوا المعلم هكا خصو كتسمعوني صوفيا كتسمعوني؟ الى تفضلي الفور راه بقى ليا 3% سمعي تربي تفاتيح. ايوا راه الحياه كتعلمك، وملي ملي كطيحي واحد الطيحه راه اكيد غادي تعلمي منها. وصف اختي الله يجعل البركه، خدمي على راسك ماشي مشكله، حيت عرفتي علاش ما يمكنش غادي تشدي بنادم تشدي لهم ودنيهم تبدا تشرحي لهم. لا الا جيت بقيت دبت مع عباد الله ما غاتساليش. اللهم انت انا تنقول حنا ما يهضروا حتى تيعياو تيسكتوا. الواحد ما دخل السوشيال ميديا حتى غيتحمل هاد الهضره هادي، حيت اكيد الواحد في السوشيال ميديا كيهضروا عليه ضروري. يعني انت صرتي عام، صرتي وليتي انسان عام، كلشي غيهضر عليك، كلشي غادي يعني بما انهم كيعرفوك راه يهضروا عليك. يهضروا بصح اكيد ما غاديش تعجبي كلشي، لانه راه كتشوفي كتلقاي القران ودير اللي ديزلايك. Tu fais que m'appeler, j'ai pas vu mon téléphone. Oui, il y a un peu de temps pour le social media. Il y a un peu de temps pour le social media. Il y a un peu de temps pour le social. الناس أذواق، يعني الناس أذواق تختلف. كل واحد كاين مثلا اللي انا كتبغيني، كاين اللي كتبغيك انت، كاين اللي كتبغي الدنيا، وكاين بصح ربنا عندهم ما يطيروا. كيديروا لي حملات كيلقاو امي ما يصورها. انت داير بحال قناتي تاع انا، قناتي حيت موثقه والو. لا كانت حاجه موثقه ما يصور. والو ما عقلت البنات في ديك ملكة الجمال ديالهم، ملكة البشاعة مش الجمال، فاش كانت سبت المغرب. والله جات المغرب ابتسام. بعض المرات كنشوف شي وحدين تيقول لك ملكة الجمال، تنقول منين جا الجمال؟ تيقولوا لي راه ماشي بالضروري الجمال ديال زعما الوجه ولا ديال الجسم، تنقول له ديالاش. والله الا ديالاش ديال رجلين مثلا. هاي جات صوفيا اللي قلتي هضرت عليك مساء. جيتي ولي دارت عليا فيديو ما خلاتش فيها اللي نسات، وصيفطوا عليا الناس بلاتي باش نهضر انا وياك. دابا نهضر انا وياك في الواقع، ياكي نهضر في الواقع. انا غنقطع الصوت باش نسمعوكم مزيان. يلا سيري. دابا حنايا للاسف الشديد، حنا ملي تتكوني حله واحد الباج في الاول كتكوني دايراه على اساس ماشي وحق الله العظيم. انا في الاول كنت دايراه على اساس ديك المراه المغربيه البسيطه، شوفي عيس السميه غادي تعطيك الخبر. ممكن يقول لك ما تقلقيش مني. فهمتك شوف.